السلام عليكم تابعينا في القناة. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم وجبة بسيطة وخفيفة وسهلة جدا، وممكن نستخدم مثلا النهاردة ان شاء الله الوجبة هتبقى جمبري وجنب منه سبانخ. ممكن بدل الجمبري ممكن نعمل صدور فراخ، والسبانخ هيبقى لها طريقتين. نشوف مع بعض المقادير الاول وبعد كده اقول لكم الطريقة التانية. اول حاجة دي معانا سبانخ فريش اهي، انا النهاردة هعملها لكم متشوحة بسنة ملح بسيطة خالص وفلفل. وليها طريقة تانية، ممكن نقطع جنب منها قطاية ترانشات وبصلاية وتبقى نايف ناي بردك، بتبقى مفيدة جدا. يعني ممكن نحط اي حاجة تانية من الخضار، بس انا بحب السبانخ لان فيها نسبة حديد جامدة وكويسة. معانا ملح وفلفل وسنة زيت نباتي، وده الجمبري بتاعنا هنتبله بملح وفلفل بس، ونحطه بعد كده في التوسبيكس دوت وهنشوحه، وهنعمل جنبه طبق سلطة. نبتدي الطريقة مع بعض. ادي الجمبري بتاعنا، سنة ملح بسيطة خفيف خالص كده، رشة فلفل، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعملهم بالطريقه دي كده مع بعض. ودي وجبه الفرد يا جماعه، انا مش عايز اعمل لكم جنبها رز عشان ما تبقاش تقيله، لان انا عملت رز في الفيديوهات اللي فاتت. ممكن نعمل جنبها رز، اللي مش حابب السبانخ ممكن يشوح جنبها اي نوع من الخضار، انتوا وراحتكم. يبقى السيخ بتاعنا بالشكل ده كده. انا بعمل لكم كل حاجه مانوال اهو يدوي قدامكم عشان محدش يقول لي الطريقه وما عرفناش وما شفناش. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى وجبه كلها يعني افاده وفي نفس الوقت خفيفه بردك، ما تكربسش المعده، ما فيهاش اي نسبه دهون. وان شاء الله هعمل لكم وجبات للناس اللي هي عايزه تتخن وكده، هعمل لكم وجبات. ادي السخين بتوعي زي ما انتم شايفين كده، ودي السبانخ. وهنروح مع بعض نعمل الاول طبق السلطه عشان يبقى جاهز معانا، وبعد كده ابتدي لكم في الطريقه واوريكم التسويه ازاي. ادي يا جماعه السلطه بتاعتنا. النهارده انا مش هعمل السلطه يعني بميه وليمون والكلام ده، تبقى سلطه عاديه كده. هقطع الفلفل الالوان صوابع زي ما انتم شايفين. نفس الكسة في الاصفر برضك. الجزر بتاعي جزر او جزرتين كفاية يعني. البصل بتاعي مش هحاول بقى اقطعه ترانشات، هقطعه كده بميل سنه عشان يبقى ليه حجم بس. طبعا البصل زي ما احنا عارفين بيظبط نسبه الانسولين في الجسم. هنرص البصل بتاعنا بردك. ناكله بالشوكه عادي، ناكله بايدنا حسب ما انتوا بتحبوا تاكلوه. اخر حاجه معايا الطماطمايه، هقطعها بقى ايه ترانشات كده. نكتفي بطماطمية واحدة لأن الطماطم فيها موالح زي ما انتم شايفين معايا كده اهو. وبعد كده ديت هقوم جاي كده عشان بردك مبقاش هدرت حاجة بالطماطمية. رصي الطماطمية بتاعتي كده ايه بالشكل ده، ويبقى كده طبق السلطة بتاعي خلص. جيب بقى الطاسه بتاعتي ونروح مع بعض سوا.
لازم يا جماعه الطاسه تكون سخنه قوي. انا زي ما قلت لكم انا بشتغل بالزيت النباتي لان انا مش بحب زيت الزيتون قوي. اللي حابب يحط زيت زيتون براحته، زيت نباتي ماشي، هي نقطه يعني نص معلقه بالمقدار اهي بس كده. وهنزل سياخ الشيش بتاعتي اللي هي فيها الجمبري. ممكن يا جماعه اللي مش حابب الجمبري ممكن صدور فراخ، ممكن مثلا لحمه البفتيك زي ما عملتها لكم قبل كده، تتحشي خضار وتتلف رول وتتقفل بالتوسبيكس. في كذا طريقه وان شاء الله هتلاقوني متابعكم كل يوم في جديد. وهعمل اكلات صحيه واكلات للناس اللي عايزه تزيد، اللي هي نسبه الحرق عندها عاليه قوي، مهما بتاكل ما بتزيدش. زي ما انتم شايفين كده اهو بيبتدي ياخد اللون بتاعه. طبعا انا بمسك المشبك لان الطاسه يعني انا قلت لكم لازم يبقى نسبه حرارتها عاليه قوي، تكون سخنه يعني جميل. اجيب بقى كده بعد ما نزل يعني شويه من الجمبري السوري بتاعه، ازق كده على جنب. اجيب بقى كام عود سبانخ كده مغسول طبعا ونضيف، واسيبهم يتشوحوا معاهم. ان انا بحب السبانخ جدا فيها حديد. اللي مش حابب ممكن يحط اي خضار يعجبه، بسلة على جزر، فاصوليا وبروكلي، يعني ممكن تحط جنبه شوية خضار كتير. وممكن يا جماعة ممكن نحط خرشوف، يعني اللي بيحب حاجة احطها. انا عن نفسي هتكفى بشوية السبانخ دول وهديهم. ممكن احط عودين تاني بس انا عن نفسي باكلهم بالمعلقه كده على طول بعد ما بيتشوحوا. سنه ملح بسيطه خالص خالص خالص. بصوا نمن الملح. زي ما انتم شايفين اهو الجمبري خد وش، نسيبه بقى ياخد الوش التاني لان طبعا الجمبري ما بيستحملش السوا. ممكن بقى عندنا بروكلي نحط، عندنا جزر ماشي. انا يا جماعه هعمل جنب الاكل ده طبعا اللي هي للوجبه بتاعتي رز، بس يعني بس يعني عشان ما اطولش عليكم، انا عملته مره او مرتين فمش هعمله تاني. هيبقى رز مسلوق يا اما رز على البخار زي ما عملته لكم في المرتين، عشان ما تحسوش ان الفيديوهات طويله. بس واللي مش حابب رز ممكن مكرونه مسلوقه زي اللي انا عملتها قبل كده بالتونه، بدون زيت مسلوقه بميه بس. وبصوا يا جماعه يعني ادي بعد ما بتستوي او بتتشوح بتبقى حاجه قليله جدا، يعني حجمها بيكش وبيقل. كده خلاص شبه الطبق بتاعنا دخل في السوا. الناحيه الثانيه استوت ايه يعني من معدل دقيقه لدقيقتين، وهوريكم شكل الطبق بعد ما يدخل. وبكده يا جماعه الطبق بتاعنا يكون خلص. زي ما انتم شايفين شكل الجمبري بتاعنا خد اللون الذهبي. الجمبري ما بيستحملش في السوا كده كده، وكده افيد بدل مثلا اما نقلف الزيت ودي والكلام دوت، والزيت كله كوليسترول وبيزود الدهون. ممكن بعد اللي مالوش مزاج يشوحه كده زي ما انا شوحته. لو مثلا الكميه تبقى كبيره مثلا اسره هتاكل او كده، ممكن نحطه في الفرن في صينيه او حاجه بردك بسنه الزيت النباتي البسيطه خالص او زيت الزيتون. وانا عملت السلطه النهارده كده صوابع، مثلا عايز فلفل هاكل، قوطه هاكل، بصل هاكل، بالنسبه اللي هتناسبني. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو الجمبري، بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه على فكره تحفه قوي.
واتمنى ان فيديوهاتي تنال اعجابكم ورضاكم، وان شاء الله اعمل لكم الفيديوهات اللي هي للناس اللي عايزه تتخن. ممكن اعمل لكم وجبات بطاطا، اعمل لكم تونه وكشري، اعمل لكم كم اكله كده يعني اللي هي بتاعت الكربوهيدرات اللي فيها التنفخه اللي بتوع الجيم او للناس اللي عايزه تزيد. ده يقول لك العضله مكمله، بص الواد ده ماشي منفوخ زي البالونه من كتر الاكل. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عشان اكل جوعني بصراحه.